في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومعدلات التضخم التي تزيد عن 8%، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مبدئي باعتماد حد أدنى للأجور، لكن ذلك لا يعني أن المرء سيتقاضى الأجر ذاته في مدريد وستوكهولم وأمستردام وصوفيا وغيرها من عواصم دول التكتل 27، والتي باتت وفقا للاتفاق معنية بتأمين ظروف عمل مناسبة ومعيشة لائقة لجميع الموظفين الأوروبيين. ويقول مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت إنه تغيير للمعطيات، وأعتقد أن هذا التغيير سيترتب عليه أمر جوهري واحد هو محاربة الفقر، إضافة إلى تعزيز مبدأ الاقتصاد السوق الاجتماعي الذي يهدف إلى حماية حرية الاقتصاد والمنافسة الفعالة إلى جانب تعزيز الرخاء والضمان الاجتماعي. ووفقا للمتغير الذي تحدث عنه نيكولاس شميت، فسيتعين على دول التكتل رفع الحد الأدنى للأجور على أساس حزمة من السلع والخدمات المنزلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعدل الإجمالي للأجور، وهو أمر أثار موجة قلق لدى أرباب العمل على اعتبار أن ما يجري هو مزيد من التكاليف في أوقات عصيبة يمر بها الاقتصاد الأوروبي.